اهلا بيكم، تعالوا اعرفكم على واحد صاحبي اسمه زازا، مش زازا لكن زازا. ادي زازا، عينيه فايقه كده وكله كده ايه مصحصح عشان لسه صاحي من النوم ولسانه بيلعب، ده معناه ان هو جعان جدا. تعالوا اقول لكم اليوم كان عامل ازاي وزازا في البيت. زازا اول ما صحي من النوم قرر ان هو يخش المطبخ ويعمل اكله ما حصلتش في التاريخ. راح جاب عيش وجاب همبرجر وجاب خس وجاب حاجات كتيره جدا وعمل الساندوتش الكبير قوي ده، وقعد ياكل فيه حوالي ساعتين، قعد يحضر فيه ساعتين وقعد ياكل فيه ساعتين، وفي الاخر حس ان هو عنده مزاج كده يتفرج على التلفزيون. راح ولع التلفزيون، قعد بتاع ساعتين ثلاثه عمال يتفرج يتفرج يتفرج، وهو بيتفرج شاف اعلان عن جزمه كوره حلوه جدا، اصل زازا كان بيموت في الكوره، شاف عن جزمه كوره بتشوط لوحدها وب 2000 جنيه بس، يعني تقدر تشتريها من وانت في البيت، كلمنا وهي توصلك على طول. زازا عجبته جدا الجزمه وقعد يتفرج عليها وقال انا هموت اوصل للجزمه دي. بعد كده راح قعد يلعب شويه على الكمبيوتر، تخيلوا قعد ايه، قعد 4 ساعات عمال يلعب وجيمز ويخش على النت ويخش على النت ويعمل حاجات ويعمل حاجات ويعمل حاجات، لغايه ما جه بعد الظهر قرر ان هو لازم يقعد يقرا شويه في اي حاجه، مش عارف ليه بس هو قرر يعمل كده. جاب كتاب من عند بابا بالمكتبه، ما يعرفش اساسا اسباني بس قرر ان هو يجيب كتاب اسباني ويقعد يتفرج عليه. قعد يعمل اي كلام لغايه ما قعد حوالي للساعه 8 9 بالليل، وكان اليوم باظ جدا عند زازا، لا ذاكر ولا عمل اي حاجه خالص في يومه. تعالوا اقول لكم زازا لما دخل ينام كانت دماغه عامله ازاي. احنا قلنا في الاول ان هو دخل ياكل الصبح، فحطينا الاكل كده اهو في دماغه. الاكل بقى مفيش مشكله. وبعد كده عامل اكل كتير اصله، فعشان كده كان ايه، يلا مش مشكله. وبعد كده راح اتفرج على التلفزيون، ادي التلفزيون في دماغ زازا برضو، كل ده في دماغه. وبعد كده عجبته الجزمه، كل ده في دماغ زازا. وبعد كده راح قاعد على الكمبيوتر، كمبيوتر تقيل شوية لازم يخش في دماغ زازا، معلش يا زازا. الله الله، زازا بتحصل حاجات غريبة في دماغه، بس ممكن نعمل كده. وبعد كده قاعد يقرأ في الكتاب اللي هو مش فاهم فيه أي حاجة، وبقى في الاخر ده شكل دماغ زازا وهو داخل ينام، كل حاجات كتيرة جدا في دماغه، حاجات واكل ولبس ومش عارف ايه وحاجات غريبة جدا. طب تفتكروا الاكل غلط؟ لا طبعا، ده الاكل مهم جدا، من غير الاكل نموت. طب تفتكروا التلفزيون غلط؟ لا بالعكس، ده انا لازم اتفرج على التلفزيون ولازم افهم الدنيا بيحصل ايه حواليا. طب تفتكروا لعب الكرة غلط؟ لا، ده لعب الكرة مفيد جدا. طب تفتكروا قراية الأسباني غلط؟ لا، ده الأسباني لغة ولازم أتعلم لغات. طب تفتكروا الكمبيوتر غلط؟ لا بالعكس، الكمبيوتر مهم جدا جدا، كل الحاجات دي مهمة، بس أساسا زازا كان صاحي علشان يذاكر، لكن بعد ما عمل كل الحاجات دي يومه باظ. الحاجات دي كلها صح وكلها كويسة، لكن كان لازم ينظم وقته. احنا كمان لازم نخلي بالنا مخنا بيخش فيه ايه وامتى وازاي وليه وحاجات كتير جدا، لازم نحافظ على ذهننا.